الجزء الرابع والعشرون من القرآن الكريم. اسم الجزء. يسمى الجزء الرابع والعشرون من القرآن الكريم بجزء فمن أظلم لافتتاحه بهذه العبارة. بداية الجزء. يبدأ الجزء الرابع والعشرون بالآية 32 من سورة الزمر بقوله تعالى: فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. خاتمة الجزء. ينتهي بالآية 46 من سورة فصلت بقوله تعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. عدد سور الجزء. اشتمل الجزء الرابع والعشرون على 3 سور: 44 آية من سورة الزمر، سورة غافر كاملة، و46 آية من سورة فصلت. عدد آيات الجزء. بلغ عدد آياته 175 آية. زمن نزوله. نزلت أغلب آياته في مكة المكرمة. أشهر قصص الجزء. تضمن الجزء الرابع والعشرون من القرآن الكريم جملة من القصص، من أبرزها قصة توبة وحشي، قصة مؤمن آل فرعون، قصة عتبة بن ربيعة، قصة خلق السماوات والأرض، قصة هلاك قوم عاد.